سلام بنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بصح جيتك ما تعجبت لكم فيديو جديد اليوم. نشارك معكم نهار في مدينه جديده. بالنسبه لهذه المدينه مدينه توالزات، اول حاجه فقط غسلت وجهي، عجنت، من بعد وجدت الفطور ودابا كنفطر. من بعد فطرنا وسالينا، غسلت دوك الماء ديال الفطور وهزيت كنرد الغدا. صافي دابا بديت كنتقل الخضار ديال الغدا، عندي واحد الطويجين وغنخليه يطيب على خاطرو. ايوا لالا، دابا غنقاو البطاطا. من بعدها وجدت كلشي في الطاجين وخليتو كيطيب. من بعد خمر العجين، هزيت باش نكرصو. ايوا فرجنا الزيت ديال فاش كنكرص، درت على واحد شويه ديال الدقيق. من بعدها غنكرص. صافي قرصتو وخليتو يخمر على جنب باش نكمل الشغل اللي بقى. We'll be right back.
جمعنا الدار تغدينا وارتاحينا، من بعد وجدت كاسكوت. وبالنسبه لكاسكوت درت فيه بسبوسه ومسمن، راني حطيت الفيديو في القناه ديال بسبوسه وفيديو ديال مسمن. صافي من بعد غنديروا كاسكوت وغنخرجوا ندورو شويه، غنمشيو للسونطه. بالنسبه لهاد البلاصه كيقول ليها ساحه الموحدين في مدينه وزات، كتلقاي فيها اي حاجه بغيتي، ملابس، السيكان، اي حاجه حبيتي باثمنه الصراحه زوينين. صافي غندورو فيها شي شويه. ما تنساوش تخليو ليا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يكون كل جديد. دابا قاعدين كنتسناو الطوبيس باش نمشيو الساعة دابا 4:30.